بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المتابعين كامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى راكم كامل بخير نتوما والإعزاز عليكم. الفيديو هذه راح تكون للتلاميذ تاع سنة ثانية متوسط في مادة اللغة الإنجليزية. راح نمد لكم أهم الدروس، أهم الفوكابيلير اللي لازم تركزوا عليه، مفردات الجديدة، غرامير، كونجوغيزون، دروس النطق، وكذلك الوضعيات الإدماجية المطلوبة منكم. إذا بدون إطالة راح يكون عندكم 5 دروس مهمة. الدرس الاول هو describing physical appearance. اذا هذه الكلمه اصلا لازم تحفظوها باسكو راح نسمعوها بزاف وراح نشوفوها في الفروض والاختبارات. اذا physical appearance معناتها المظهر الخارجي، الناس واش تشوف. اوكي، describing معناتها توصف. الوغ الناس واش تشوف، راح نتعلموا نوصفوا شعرنا، عينينا، لون البشره، اللباس اتسيترا. اوكي، طويل قصير، شعرك طويل شعرك قصير، سمين رقيق، هذا هما المظهر الخارجي. زي describing and locating places معناتها توصف وتقول لي البلاصة هذه وين تقع، يعني بلادك وين، المدينة نتاعك وين، داركم وين جاية. وصف لي شوية، راح نوصفو شوية مدن ونوصفو شوية الدار، وبالتالي راح نتعلمو نقولو شحال كاينة من غرفة، شحال كاينة، كيفاش نسمي لا كويزين، كيفاش نسمي لو سالون، غرفة النوم، هادو ما راحين تحتاجوهم. ديجا كي تحلوا الكتاب راحين تلقاو بزاف تصاور تفيقوا، واني دايرت لكم لي فيديو بخصوص هذو المواضيع. الدرس الثالث talking about daily and free time activities. daily activities شفتوها في سنة أولى، اللي هي النشاطات اليومية والروتينات اليومية. and free time هذه شوية جديدة. free time معناتها النشاطات في أوقات الفراغ، واش دير في الفري تايم نتاعك، تطالع، ترسم، تلعب، واش دير. زيد رقم 4 expressing abilities and inabilities. abilities معناتها القدرات نتاعك، راح نتهضروا على الهوبيز، كلمة جديدة أخرى. هوبيز معناتها الهوايات، مش تعرف تدير هوايات، تعرف ترسم، تعرف تلعب كاش آلة موسيقية، تعرف دير كاش سبور. إذا القدرات نتاعك اللغوية، ربما تعرف تهدر لغات أجنبية، هذو كامل راح نشوفهم في فيديو تاع المفردات الجديدة. إذا بالمقابل ابيليتيز، المقابل تاعها هي inabilities، معناتها الصوالح اللي ما تقدرش ديرهم، نورمالمون تعرف ديرهم في السن ديالك، مي نتا ما تعرفش ديرهم للأسف. وهنايا ما نقطعش لي يس، مادامنا صغار مادام نقدروا نتعلموا. أوكي، آخر درس هو expressing likes and dislikes. هنا ماشي ديز، هذه dislikes. لايكس معناتها الصوالح اللي نحبهم، توجور عندها علاقه بالهوبيز اند فري تايم اكتيفيتيز، واش نحب. نزيدو فيها لي كولور، نزيدو فيها اللبسه اللي نحبها، تحب لي جين، تحب سيرفيت، تحب جو سي با، البنات يحبوا السراول، لي جو، بلي روب، واش تحب، واش تحب سبور، واش تحب. المهم صوالح اللي تحبهم، صوالح اللي ما تحبهمش. ليكسيس بلا ما نقول لكم، ليكسيس معناتها المفردات الجديده اللي تعلموها عندها علاقه ب related to physical appearance. انا شفناها المظهر الخارجي، اي حاجه عندها علاقه مع المظهر الخارجي اتعلمها. الهوبيز انا شرحتها لكم، الهوايات. places معناتها هاوس، توصف لي الهاوس، سكول اتسيترا. نروحوا للحاجه اللي مهمه اللي هي الغرامير والكونجوغيزون. الوغ grammar lessons، عندنا the verb to be نعرفوهم سنة أولى to have. علاش هنا بالto be نحتاجو باش نهضر على الطول نتاعي والسمونية، البنية الجسدية، height and weight. I am tall، نقول أنا إنسان طويل. أوكي، I have معناتها عندي، شعري طويل، عندي عينية ماغو، عندي كذا، عندي كذا. نحتاجوهم هذا الزوج في present simple. بيان سور كي نقول لكم verb ستادير الافيرماتيف اند ذا نيجاتيف فورم، كنت تلقاو كلش ما تخافوش، راح نكون معكم الى اخر السنه باذن الله تعالى. واش ديروا توما؟ وي توما تابونيو وديروا لي لي لايك بزاف باش تشجعوني باش نزيد نكمل معكم. ذا سيمبل بريزنت تنس هنا قلناها، ذا بريزنت كونتينيوس، بريزنت كونتينيوس هذا يا جديد ما نشرح لكمش دوكا امبوسيبل، معناتها مهم. المهم تقولي واش راك لابس دوكا. اوكي، حاجه تاع دركا، حاجه تاع بريزنت. لو بريزون مومونتاني في الفرنسي اللي هو الحاضر الاني باللغه العربيه. الادجكتيفز الصفات تاع الكالرز، الهايت يعني الطول، قصير، البيلد معناتها البنيه الجسديه، سمين رقيق، تاني كنشوفوهم. هير ستايلز معناتها لي كوب، شعرو طويل شعرو قصير، شعرو بوكلي شعرو غاد اتسيترا. فيزيكال اتراكشنز معناتها كيفاش نقول انسان شباب بزاف، شابه، باسكو ماشي كيف كيف طفله وطفل في اللغه الانجليزيه. بوسيسيف بروناونز كيفاش نقول حاجه هذه نتاعي، حاجه هذه ماشي نتاعي، مثلا كي نقول لك دارنا وهذيك داركم نتوما اتسيترا. لوكيشن ماركرز عفوا
location markers معناتها prepositions and adverbs. كي نقول لك خلف كذا، قبل كذا، قدام دارنا، جاية قدام كذا، جاية مور كذا، جاية مقابلة كذا، etc. can and cannot ولا can't، هذه ياك بالأمريكان يقولوا can't، British نقولوا can't. okay so can معناتها استطيع، can't معناتها لا استطيع. وهنا بيان سور كي نقول لك نحب حاجه راح تهدر لي، تستعمل لي لو فيرب تو لايك اللي هو نحب، تو لاف اللي هي اكثر من هذه، وانجوي معناتها استمتع كي ندير الرسم ولا كي ندير المطالعه، المتعه استمتع، نقولوا فيرب تو انجوي، شغل تحس كاينه ان بليزير، ترتاح نفسيا. دروس البرونسيشن حاله عندكم الاي والاي، تعرفوهم من السنه الاولى، مي يقدر الاستاذ نهار الفرض يدلكم تاع الفاينل اس، ما تقولولوش ما نعرفهاش ولا ما قريناهاش العام اللي فات، امبوسيبل. اي حاجه قريتوها من السنه الاولى وارواحو تقدر تطيح لك، يعني صح عندك الاي والاي بصح هذا اللي يطيح لك الش والش، يطيح لك الذ والث، يطيح لك الفاينل اس برونسيشن الى اخره. هو شنو هي الوضعيات الادماجيه اللي ممكن تطيح؟ الو باين على حساب واش هدرنا، اوصف لي روحك، اوصف لي فلان، اوصف لي كذا، يحطوا لك تصويره يقول لك اوصف لي هذا الطفل، قاعده تقول لك اوصف لي باباك، اوصف لي ماماك، كي نقول اوصف لي سي تعديل، اوصف لي طويل، سمين، عينيه كيفاه، شعره كيفاه، واش يحب يلبس، كاع واش هدرنا، كاع واش هدرنا، داخله فيها الفيزيكال ابييرنس، داخله فيها الابيليتيز اند انابيليتيز، لايكس اند ديسلايكس. فوالا هذه هي قادرة تطيح لك ثاني غير داركم وحدها، وصف لي داركم وين جاية قدام واش اتسيترا، هذو كامل. تابعوا القناة، تابعوا القناة، تابعوا القناة. تهلاو في روحكم وفي والديكم، سلام.